دايما القيادة السياسية العليا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما على التأكيد أن مشروع الضبع النووي هو مشروع لأغراض سلمية. وإحنا النهاردة في مدينة نواة، مدينة نواة السكنية التابعة لمشروع الضبعة، والحقيقة أن هذه المدينة فخامة الرئيس هو اللي أنشأها. إلى أي مدى يؤكد ده سلمية مشروع الضبعة؟ احنا دايما بنقول ان البرنامج النووي المصري هو برنامج سلمي لتوليد الطاقه الكهربيه. مصر دوله عريقه تتميز بالشفافيه، بتتميز بالتعاون، نحن منفتحين على التعاون مع جميع دول العالم. مصر دوله مؤسسه للوكاله الدوليه للطاقه الذريه، مصر تربطها علاقات وعلاقات ثنائيه واتفاقات ثنائيه مع كثير من دول العالم، نحن منفتحين على التعاون مع جميع دول العالم. نحن بنؤكد دائما على سلميه البرنامج النووي المصري، هناك ثقه في الدوله المصريه وفي شفافيه البرنامج النووي المصري، وهناك تعاون وثيق مع جميع دول العالم في هذا المجال. احنا بقى الصدى العالمي اللي وصلنا له بره عامل ازاي؟ احنا طبعا ما فيش شك ان كل خطوه بنخطوها دي بتؤكد على التقدم والتطور الذي يحدث في البرنامج النووي المصري. مع كل وحده بتدخل حيز مع كل وحده بتنتقل الى مرحله الانشاءات الكبرى، ومع كل صبه خرسانيه اولى بننتقل من دوله مخططه الى دوله منشئه طبقا لتقييم الوكاله. يعني احنا ظللنا فتره طويله جدا كدوله مخططه لانشاء محطات نوويه، ولكن مع الصبه الخرسانيه الاولى للوحده النوويه الاولى في 20 يوليو من عام 22 انتقلت مصر من دولة مخططة إلى دولة منشئة بالفعل، إنها بتعمل على إنشاء مفاعل نووي. ومع كل وحدة بيتم عمل الصبة الخرسانية الأولى لها، ده بيزيد ويعزز من مكانة الدولة المصرية وانتقالها من دولة مخططة إلى دولة منشئة لمحطة نووية بالفعل. فما فيش شك إن البرنامج النووي المصري تطور بشكل كبير جدا بدءا من عام 2014. مصر تحولت من دولة مخططة إلى دولة منشئة بعد فترة طويلة. هناك جدية في التعامل مع البرنامج النووي المصري، ويمكن أنا تم اختياري من ضمن اللجنة الاستشارية للمدير العام الوكالة. ده بيعكس مدى ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية والارتقاء التي تم لكوادرها والثقة التي توجد في الكوادر المصرية. طب اسمح لنا نطلع بفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. فاصل ونعود. القدرة الحقيقية لأي أمة هي العلم والمعرفة والوعي. أمل كبير أوي عايزين نحققه لينا ولشبابنا ولأحفادنا إن شاء الله. نفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا، ويجي اليوم علينا كلنا المصريين نحتفل بافتتاح هذا المشروع. وأنا متفائل جدا بالمصري وباللي بيتم عظيمه لسه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.